أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى. ثم أما بعد، طالباتي الحبيبات طلابي الأماجد، يتجدد بكم اللقاء ونحن على موائد القرآن، ونحن نتناول فيها جزءا من أحكام التلاوة التي سيعيننا بإذن الله سبحانه وتعالى بتعلمها على تلاوة كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع السفرة الكرام البررة الذين قال فيهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله به أجرا. نحن الآن وإن كنا في مرحلة التعتع، لكننا سنصل بإذن الله عز وجل معا وسويا مع المتابعة والمراجعة والمذاكرة والمحاولة المرة تلو الأخرى، نصل بإذن الله إلى مرحلة المهارة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبل منا وأن يقبلنا وأن يجعلنا في أهله وخاصته. نبدأ على بركة الله. ومن باب التذكير بما سبق، قلنا بأن المد الفرعي ينقسم إلى خمسة أقسام: المد المتصل والمد المنفصل والمد البدل ومد العارض للسكون والمد اللازم. قلنا أن ثلاثة مدود الأولى، وقد تناولناها في المحاضرة السابقة، قلنا أنها كانت بسبب الهمز. في هذه المحاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى سنتناول أو سنخصص الحديث عن المد بسبب السكون وليس الهمز. إذن المدود بسبب السكون، أولا قلنا هو المد العارض بالسكون، ومن اسمه عارض بسبب وجود السكون، وهو أن يقع بعد حرف المد أو حرف الميم حرف ساكن عارض لأجل الوقف. مثاله: الرحمن الرحمن. هنا بسم الله الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، هنا وقع بعد حرف المد حرف عارض لأجل الوقف، يعني هنا النون سنسكنها بسبب الوقف، فنقول الرحمن الرحمن. هنا سنأتي إن شاء الله لمقدار المد وسنعرف ماذا فعل السكون العارض في هذا المد، هل أبقاه على أصله أم أن السكون العارض أدى به إلى أن يمتد أكثر من المد الطبيعي. أيضا كلمة المفلحون، خوف، حكمه جواز وقصره وجواز مده. مقدار المد هنا قصرا أو توسطا أو إشباعا، أي 2 أو 4 أو 6، كأن نقول الرحمن أو الرحمن أو الرحمن، ك6 حركات بالإشباع. إذن ماذا فعل السكون في هذه الكلمة؟ جعلها لم يجعلها فقط وفقا للمد الطبيعي، وإنما جعلها ولم يجعلها فقط قصرا، وإنما جعلها قصرا وتوسطا وإشباعا بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات. نأتي إلى النوع الثاني، وهو يعني يطول الكلام فيه لأن له أنواع كثيرة، وهو المد اللازم، سنتناوله بإذن الله عز وجل بشيء من التفصيل. المد اللازم، وهو أن يأتي بعد حرف المد أو اللين ساكن لازم وصلا ووقفا، سواء كان في كلمة أو في حرف. نأتي للتعريف كلمة كلمة. أن يأتي بعد حرف المد كقولنا الحاقة، كلمة الحاقة الآن أنا لم أقرأها بالقراءة الصحيحة كمد، لكنني أقرأ الحاقة، هناك مد بالألف. بعد حرف المد أو الميم سنأتي إليه، جاء حرف ساكن لازم وصلا ووقفا، سواء كان في كلمة أو في حرف. إذن السكون الذي سيأتي بعد المد يجب أن يكون ساكنا سكونا أصليا ولازما.
في كلمة أو في حرف، مثاله الحاقة. ربما يسأل سائل: أين السكون في حرف القاف؟ إنه حرف مشدد. لنجب على هذا السؤال نقول أن أي حرف مشدد في القرآن يكون عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، وكأن القاف هنا قافان، قاف ساكنة وقاف متحركة، فيكون هنا المد جاء بعده حرف قاف ساكن. الآن وقد عصيت، الآن. لاحظ هي هنا، هنا عندنا الآن، عندنا المد الذي جاء بعد الهمز وبعده حرف اللام الساكن، حرف اللام الساكن، فنقول الآن وقد عصيت. وكذلك ألف لام ميم وكاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد. نأتي إلى الحكم هنا، طبعا هنا لزوم مده مدا متساويا اتفاقا ووصلا ووقفا، في حالة الوقف أو في حالة الوصف يمد، أو يمد مدا لازما. معنى المد اللازم هنا ست حركات، لا نقول وجوبا وإنما نقول لزوما، لزوما. مقدار مده يمد ست حركات دائما ما عدا في كلمة عين في أول سورة مريم، كاف ها يا عين صاد، وكذلك في سورة الشورى عين سين قاف. هنا فيها وجهان طبعا، قالوا الإشباع والتوسط، يعني بين 4 و6 حركات. لماذا؟ لوقوع السكون الأصلي فيه بعد حرف لين، عين عين الياء حرف لين، ولم يوجد في غيره في القرآن، والإشباع هو المقدم، أي 6 حركات مقدمة على 4 حركات. نتابع الآن المد اللازم ونقول أنه ينقسم إلى قسمين، المد اللازم وكل قسم له قسمين. المد اللازم هو إما أن يكون مدا لازما حرفيا أو مدا لازما كلميا. المد اللازم الكلمي وهو أن يقع السكون الأصلي، سكون أصلي بعد المد لكن في كلمة، في كلمة وليس في حرف كما قلنا قبل قليل، الحاقة، الطامة. ولذلك سنجد أنه أن الحرف الساكن جاء بعد المد، جاء بعد المد في كلمة وليس في حرف، وهنا السكون لازم. النوع الثاني هو المد اللازم الحرفي، وهو أن يقع نفس التعريف لكنه يقع في حرف ولا يقع في كلمة، أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف من أحرف الهجاء. يقصد بأحرف الهجاء هي الحروف المقطعة في القرآن الكريم، مثل قوله نون قاف. وينقسم تفصيلا إلى 4 أقسام: المد اللازم الحرفي، منه ما هو مخفف ومنه ما هو مثقل، والمد اللازمي، المد اللازم الكلمي الحرفي، منه ما هو مثقل ومنه ما هو مخفف، والكلمي منه ما هو مخفف ومنه ما هو مثقل. إذا ينقسم تفصيلا إلى 4 أقسام: مد لازم كلمي مخفف، مد لازم كلمي مثقل، مد لازم حرفي مخفف، مد لازم حرفي مثقل. سنعرف بإذن الله عز وجل كل الحالات والأمثلة التي يتطرق إليها المد اللازم. أولاً وهو القسم الأول سنتناوله بالحديث، المد اللازم الكلمي المخفف. ولماذا سمي مخففاً؟ وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة خالياً من التشديد، خالياً من التشديد، لأنه إذا كان مشدداً يصبح مثقلاً ولا يكون مخففاً. إذا هو فعليا حرف ساكن يأتي بعد حرف المد في كلمة واحدة، فيكون مد لازم كلمي مخفف. مثاله الآن، الآن. كلمة أو اللام هنا في كلمة الآن هنا ساكنة في سورة يونس ولا يوجد غيرها. القسم الثاني وكلمة ساكن هنا ساكن سكون أصلي، يعني لم نقم بفكها من مشدد،
كما قلنا قبل قليل في الحاقة والطامة، فعليا هي سكونها ليس أصليا وإنما فكك من تشديد، لكنه في هذا المثال يقول يجب أن يكون يعني أن يكون سكونا أصليا لم يتطرق إليه قبل ذلك تشديد. المد اللازم الكلمي المثقل وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون في كلمة، لكن بشرط كونه مشددا كما قلت لكم قبل قليل ككلمة الحاقة والطامة. سبب التسمية، لماذا قلنا بأنه كلمي؟ من كلمة كلمي لأنه يقع في كلمة ولا يقع في حرف. ولماذا قلنا مثقلا؟ لثقل النطق بهذا الحرف، لثقل النطق بهذا الحرف لأن فيه سكون ثم يليه تشديد، ثم يليه تشديد لأن الحرف المد ساكن وتلاه تشديد، فالحرفان معا يعطيان ثقلا في النطق. نأتي للقسم الثالث وهو المد اللازم الحرفي المخفف، وهو نفس تعريف الكلمي المخفف ولكنه يأتي في حرف وليس في كلمة، وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء خاليا من التشديد، ومثاله نون والقلم وما يسطرون وقوله قاف والقرآن المجيد. إذن لو جئنا لكلمة قاف سنجد أنها جاء أولا حرف، ثانيا جاء مد وبعده حرف ساكن، حرف ساكن سكونا أصليا ليس ناتجا عن تفكيك مشدد، سمي حرفيا لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف من حروف الهجاء في فواتح السور، وسمي مخففا لخفة النطق به وسهولة النطق به لخلوه من التشديد والغنة. القسم الرابع والمد اللازم الحرفي المثقل. المد اللازم الحرفي المثقل من اسمه مثقل يعني هناك تشديد، حرفي في حرف من حروف الهجاء في فواتح السور، مد لازم أي أنه فيه مد وبعده حرف ساكن لكن لأنه مثقل سيكون ساكن عن تشديد، وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي بشرط أن يكون فيه تشديد، فأصبحت التعريفات واضحة وتفسر بعضها بعضا. مثاله ألف لام ميم، ألف لام، ألف لام ميم صاد، والسين في قوله طاسيم ميم، طاسيم ميم. طبعا هنا سيم ميم، هنا الميم مشددة وجاء بعدها مد، الميم مشددة وجاء بعدها مد، وألف لام ميم را، الميم هنا أيضا مشددة، وألف لام ميم صاد أيضا مشددة، وألف لام ميم أيضا الميم هنا مشددة، وجاء قبلها حرف مد. ضابط هنا، ضابط المد اللازم أن يوجد في حرف من فواتح الصور هجاؤه على ثلاثة أحرف، وأن يكون وسط الوسط حرف مشدد والثالث حرف ساكن، والثالث حرف ساكن كما جمع العلماء في كتاب في قوله نقص عسلكم، أي حرف النون في نون قاف صاد عين سين لام كاف ميم. نأتي الآن نخصص الذكر أو نخصص الحديث عن أحرف الهجاء في فواتح السور لأنه تكرر الحديث معنا فيها في أكثر من حالة، نريد أن نجمل أو نجمل هذه الحالات كلها بالترتيب في هذا الحديث. أقسام أحرف الهجاء في فواتح السور، القسم الأول ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف وسطها مد وله سبعة أحرف مجموعة في قوله نقص عسلكم باستثناء كلمة عين في مريم والشورى فهو يمد بمقدار ست حركات، وقلنا عين في مريم والشورى أربع أو ست حركات فهي ليست فقط ست حركات بالإشباع. القسم الثاني وهو ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف وسطها حرف لين وهو حرف عين، وهو حرف العين اللي استثنيناها هنا
سنأتي بها هنا فيجوز فيها هنا الإشباع كما قلت لكم، والتوسط فهي أربع أو ست حركات. إذن الحالة الثانية مستثنيناها هنا نأتي بها هنا. القسم الثالث ما كان هجاؤه على حرفين ثانيهما حرف مد كقوله في أجمع العلماء في حي طهر حا يا طا ها را، فهنا تمد نمدها مدا طبيعيا، نمدها مدا طبيعيا إلى هنا نكون بعون الله وبتوفيق الله وبتيسير الله قد وصلنا إلى نهاية محاضرتنا، على أمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم وأضافت لكم هذه المحاضرة شيئا جديدا وجميلا وإضافة نوعية إلى قراءتكم القرآن. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.